ينضم إلينا على الهواء مباشرة. موفدنا إلى هناك علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ماذا عن محاور هذه الزيارة المصرية الصينية، وماذا عن المذكرات التفاهم وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي شهدناها الآن؟ نعم، دعيني أبدأ بداية بالإجابة على الشق الثاني من سؤالك زميلتي العزيزة. تم توقيع 6 اتفاقيات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ عقب ختام فعاليات ومباحثات القمة المصرية الصينية التي عقدت ظهر اليوم بتوقيت بكين بالقصر الرئاسي قصر الشعب. في عجالة 6 اتفاقات أو مذكرات للتعاون والتفاهم. أولى هذه المذكرات خطة للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق. هي المبادرة التي أطلقتها الصين في عام 2013 ودعمتها وتدعمها مصر وتعمل على ربطها برؤية أو استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. المذكرة الثانية مذكرة للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، ملحق لمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مذكرة للتعاون الاستثماري والاقتصادي، وبها شهادة تسلمت بها مصر قمر صناعي مصري يضاف إلى الأقمار الصناعية المصرية التابعة لنايل سات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة أخرى للتفاهم حول إجراءات الحجر الصحي لدخول الفلفل المصري ذات السمعة الطيبة إلى السوق الصينية، بالإضافة أيضا إلى مذكرة تفاهم أخرى في مجال الصادرات والتجارة البينية بين البلدين. هذه المذكرات مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعت منذ قليل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تعكس مدى ما وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية الاقتصادية إلى درجة عالية من التنسيق. نتحدث عن أكثر من 12 مليار دولار استثمارات صينية مباشرة السوق المصرية، توفر أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. مراسم التوقيع على الاتفاقات كما أشرنا جاءت بعد انتهاء المباحثات التي عقدها السيد الرئيس ونظيره الصيني ضمن القمة المصرية الصينية التي اختتمت منذ قليل. قمة تناولت عدد كبير من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بداية بتعزيز الروابط والأطر الاقتصادية والتعاون التنموي بين البلدين والتنسيق بين البلدين حيال مبادرة الحزام والطريق وكيفية استفادة ودعم الجانب المصري لهذه المبادرة، بالإضافة أيضا إلى التطرق إلى عدد كبير من مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية التي تتيح مناخ جاذب وتتيح فرص استثمارية واعدة أمام المستثمر الصيني في عدد من المجالات. كانت هناك يعني نقاشات تدور حول هذه الفرص في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، في مجالات اللوجستيات وإعادة يعني رفع وتأهيل ورفع كفاءة الموانئ المصرية خاصة في محور تنمية قناة السويس، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من المجالات التي تحمل كما أشرنا فرص واعدة أمام المستثمر الصيني. بطبيعة الأحوال المباحثات بين الزعيمين تطرقت أيضا إلى عدد آخر من القضايا والمستجدات الإقليمية، كان على رأسها الأوضاع في غزة، وجرى تأكيد الجانبين على الضرورة يعني عودة الهدوء والاستقرار ووقف العدوان الغاشم ضد أبناء قطاع غزة لتهيئة المناخ أمام استعادة مسار السلام والمباحثات المتعثرة بين الجانبين، وصولا إلى تأييد الجانبين ودعم الجانبين الواضح والقوي للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية حتى حدود 4 يونيو عام 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية. جرى استعراض عدد آخر من يعني دوائر العلاقات المتشابكة بين البلدين، كان من بينها التعاون المصري الصيني في إطار آلية التعاون العربي الصيني. هذه الآلية الهامة للحوار والتعاون بين الجانبين التي أطلقتها كل من مصر والصين عام 2004، أي منذ 20 عام تحتفل البلدان والجانبان العربي والصيني بمرور 20 عام على تأسيس هذه الآلية الهامة. جرى استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وخلال
خلال السنوات الماضية على صعيد التعاون الاقتصادي والتنموي أو على صعيد التنسيق والتشاور بين الجانبين العربي والصيني حيال عدد كبير من القضايا ومستجدات الأوضاع في المنطقة وفي العالم. كما جرى أيضا استشراف أوجه هذا التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين حيال دعم وتعزيز حركة هذه الألية وحركة هذا التعاون لمواجهة المستجدات، سواء المستجدات الجيوسياسية أو المستجدات الأمنية والعسكرية والسياسية التي يعني باتت تشهدها المنطقة وأجزاء متفرقة من العالم، بما يعكس يعني التعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين في مجابهة ومواجهة هذه المستجدات ودعم هذا التنسيق للفترة المقبلة. ربما الوقت لن يسعفنا للحديث أكثر عن عدد كبير من النقاط والملفات التي جاءت بين الرئيسين أو التي طرحت بين الرئيسين خلال هذه القمة، ولكن بشكل عام كان هناك تطابقا في الرؤى ووجهات النظر بين الجانبين وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني حيال كل هذه القضايا، سواء القضايا والموضوعات والملفات المتعلقة بدعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على كل الأصعدة، أو فيما يتعلق بتبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين للتعاطي والتفاعل مع المستجدات الإقليمية وأيضا الدولية، بما يفرض على قوتين إقليميتين مثل مصر والصين زيادة حجم التنسيق والتشاور حيال كل هذه المستجدات، وأيضا استشراف الفرص الواعدة بين الجانبين لدعم وتعزيز عمليات التنمية المستدامة لصالح كلا الشعبين صديقين. نعم نعم، على يعني على هامش هذه الزيارة سوف يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبريات الشركات الصينية الاقتصادية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وطبعا الهدف الأسمى والأول هو نقل الصناعة وتوطين التكنولوجيا، إذا كان لديك العديد من المعلومات. كما أشرنا منذ قليل في عجالة أن المباحثات تطرقت إلى هذه الفرص الواعدة أمام المستثمر الصيني بالنظر إلى عدد كبير من الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة المصرية طوال السنوات الماضية، تحديدا منذ عام 2016 وإطلاق المشروع الوطني للاقتصاد القومي. منذ هذه السنوات والفترة الماضية جرى استعراض كل ما أنجزته الدولة وقدمته الدولة المصرية أمام المستثمر الأجنبي بشكل عام من تيسيرات وتسهيلات، وأيضا استعراض لهذه الفرص الواعدة. الجانب الصيني مهتم للغاية بالمنطقة الصناعية في محور أو في محور تنمية محور قناة السويس، هذه المنطقة الصناعية التي تتجاوز 70 كيلومتر مربع، وهي منطقة صناعية صينية تسمى منطقة تيدا، هي منطقة واعدة جرى الحديث عن هذه الفرص الاستثمارية، وربما إعلان أكثر من 20 شركة صينية مؤخرا خلال الأشهر القليلة الماضية بأنها ضاعفت من استثماراتها الصينية المباشرة في هذه المنطقة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، يعكس ما نشير إليه هنا بأن هناك إرادة سياسية لدى الجانبين بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية تحديدا، وهو ما يعني عرضه السيد الرئيس ويعني قدم شرحا واستعراضا وافيا أمام الجانب الصيني سواء في القمة الثنائية أو في القمة الموسعة التي ضمت كلا وفدي البلدين. جرى استعراض وباستفاضة هذه الفرص الاستثمارية التي تتيح استثمارات جيدة للغاية وناجحة للغاية أمام المستثمر الصيني، الذي أعرب أيضا من خلاله الجانب الصيني على اهتمامه بضخ مزيد من الاستثمارات في عدد من القطاعات، تحديدا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إنتاج الهيدروجين الأخضر، الطاقة النظيفة والمتجددة، والتصنيع الدوائي، وأيضا في قطاع السياحة. من هذه النقاط التي نشير إليها نتحدث وبمنتهى الأريحية عن أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقات. عدد الاتفاقات التي وقعت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 65 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون، يضاف إليها هذه الاتفاقات الست لتنضم إلى منظومة من العمل المشترك بين الجانبين لدفع وتعزيز أطر التعاون، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والاستفادة من يعني سواء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة هذا المناخ الجاذب أمام المستثمر الصيني،
أو من القدرات الهائلة التي يحملها الاقتصاد الوطني أمام المستثمر الأجنبي بشكل عام. وهو ما أعرب عنه الجانب الصيني خلال المباحثات بأنه الفترة القادمة ستشهد يعني رحلات استكشافية لعدد آخر من المستثمرين الصينيين في عدد من المجالات. وربما اللقاء الهام أيضا المرتقب هو استقبال السيد الرئيس غدا لعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى الصينية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات، يعكس اهتمام ورغبة الجانب الصيني أيضا لمضاعفة حجم استثماراته في المرحلة القادمة في السوق المصري، تحديدا في القطاعات الجديدة أو التي لم يعهدها المستثمر الأجنبي في أي من الاقتصادات، على الأقل الاقتصادات الوطنية في المنطقة العربية. نتحدث عن إنتاج الهيدروجين الأخضر، نتحدث عن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نتحدث عن صناعة اللوجستيات ورفع وتأهيل كفاءة الموانئ المصرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط. هذه هي كانت من بين المجالات والفرص التي تحدث عنها السيد الرئيس مع مضيفه الرئيس الصيني خلال قمة هامة تأتي كسابع زيارة تاريخية للسيد الرئيس إلى بكين، وتأتي ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات المباشرة سواء في القاهرة أو في الصين أو على هامش عدد من المحافل الدولية والإقليمية التي شارك فيها الرئيسان، استنادا إلى عمق ومتانة العلاقات التي لطالما جمعت بين القاهرة وبكين. نعم نعم، علاء رشوان موفد التلفزيون المصرية من العاصمة الصينية بكين، شكرا جزيلا لك.